انا هبدا دلوقتي مع الهلابينو سمبوسة، ودي حاجة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. جبنا موزاريلا، فلفل متخلل حار اللي هو الهلابينو ده موجود في السوبر ماركت برطمانات منه، وعجينة السمبوسة اللي معانا كل يوم 30 يوم ان شاء الله، النهارده تاني يوم منهم، ومعلية دقيق دايبة في شوية مية من الحنفية بس، خلاص مفيش حاجة غير كده. حلو، تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. وحاجة جديدة لازم ولادك ولازم ضيوفك يسألوك يتحطى فيها ايه، ما سألوش يتحطى فيها ايه اعرف ان انت مش عاملاها صح. هناخد الهلابينو ده كده نقطعه بالشكل ده كده، صغير كده عشان كده استنيت بيه للاخر اهو. ومعانا عجينة السمبوسة ومعانا جبنة موزاريلا. بيقولوا لي في الكنترول هم غاويين سمبوسة، ينفع حاجة بدل الموزاريلا؟ جبنة قريش مش هتقول لا، جبنة شيدر مش هتقول لا، أشقوان مش هتقول لا، أهو جبنة كيري مش هتقول لا، الجبنة اللي أنت حباها. بس أنا حابب الموزاريلا، بحبها دايما مع السمبوسة، لأن وأنا باكلها بشوفها قدام عينيا بتشد كده فبفرح بيها يعني، بتنافس أنا وهي. نعم يا غالي العجينة أهي. بس انا مش والله مخرجنا ده قالي بص لا شايفين انت زي العسل. عجينه السمبوسه ما تتفكش منك غير وانت بتلفي، بس طبعا مخرجنا ادالي امر لازم اسمع الكلام. ليه يا شيف؟ علشان العجينه ما تنشفش منك، تيجي تلفيها تتكسر من ايدك، فلازم يا اما تلفيها في شاشه مرطبه يعني طريه كده يكون عليها شويه ميه، يا اما في كيس بلاستيك، حاجه من الاثنين يعني. عملت ايه يا شيف الحشوه دي؟ اعمليها النهارده وقولي لي رايك فيها بكره، مش هستعجلك يعني، قولي لي رايك فيها بكره. ايه الحشوه يا عم الشيف؟ هلابينو قطعته مكعبات صغيره، وجبنه موزاريلا، وشويه بقدونس، وحطيتهم على الجبنه وقلبتهم وخليتهم على جنب، وعندي سمبوسه اهي في قلب الزيت جاهزه. وجمان يا باشا بالجبنه، انسى ان الجبنه تفك، انا محزمها. تفك ازاي؟ ونبدا نلف مع بعض. اللهم صل على النبي. اللي هنلفه هنحمره ان شاء الله. السمبوسه اهي، هم السر هنا شويه الدقيق في شويه الميه. حلو، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ نعم امروني انا معاك. هنغرف السمبوسه اللي احنا حمرناها هنا. الله الله، اللهم صل على النبي. واللي انا حمر واللي انا لفيتهم دلوقتي هحمرهم مع حضراتكم كده اهو. يا ويلي هرم من السمبوسه يا شيف، فكت؟ لا طبعا، احنا بنهزر. اقدمها هنا كده اهي، مكانها فين دي؟ خليها فين؟ هنا عينيا اهي اهي اهي، ربنا موسعها علينا وزي الفل اهو. تاخد السمبوسه دي يا عم الشيف ننزل بيها في قلب الزيت اذا فكت يعني على مسؤوليتي، هاكلك طول الشهر وافطرك طول الشهر على حسابي بالجبنه ايه الجمال والحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. عشان نتكلم الصراحه يعني، هتقول لي يا شيف مغازي وانا زيك عشان اخش في ساعه زمن اعمل الشغل اللي انت عملته ده، ايه كان حاضر عندي؟ حله ميه بتغلي على النار بتنقذني لما انا بحطها على الكبسه، اللحمه متقطعه عندي وجاهزه، عجينه السمبوسه جاهزه عندي طالعه من الفريزر وشغاله زي الفل، مش هستنى جنبها لما تفك. الحاجات دي مطلوبه ولازم ان احنا نجهزها اذا انت عايزه تقف في ساعه زمن بالظبط زي الشيف المغازي.